تجريء على صفوان. ليه يعني؟ يعني اللي يمشي مع مرات رئيسه في شغلانه زي شغلانتنا لازم يبقى جريء، ولما يكون رئيسه كمال اقطاي ما يبقاش بس جريء، يبقى قلبه ميت. السؤال بقى اللي بيفرض نفسه، هي مراته تستاهل كل ده؟ اكيد انت بتعرف انا شو كانت الجهاز. اي حدا بيشتغل شغله لازم يكون قلبه جريء مثل ما انت قلت. عشان كده وافقت تطلع مع خالد؟ لا، وافقت اطلع مع خالد لانه ما كان عندي اوبشن تاني، واكيد هذا وضع مؤقت هيتغير. بص يا صفوان، احنا ما بندفعش فلوس، لكن في نفس الوقت ما بنسلمش رجالتنا، وانت دلوقتي في خطر كبير بعد اللي عرفه كمال عنك. انا متاكد اول ما يفوق من صدمه وفاه المرحومه مراته مش هيبقى ورا غيرك. ايه ده؟ انت ما تعرفش صح؟ انت ما كنتش تعرف، انت كنت مع رجالتنا في طريقك لمصر، ما سمعتش الخبر اكيد. للأسف عملت حادثة، عربية اتقلبت وانفجرت والنار مسكت فيها، جثتها هي والحارس بتاعها اتفحموا، مبقاش ليهم أي معالم. الله يرحمها، ما في حياتك كمال عمل كده في مرات أم عيال وشريكة حياته، عمل معاك أنت إيه؟ مش لما يوصل الأول؟ صح، بس أنت عارف بقى فين المشكلة؟ لو كمان ده راجل عادي كنت وافقتك، بس انت ما تخافش عليك وهتعرف تتصرف. بس طول ما كمال في منصبه هيسخر كل امكانيات الجهاز في انه يوصل لك. انت امانك الوحيد ان كمال يمشي من مكانه، وساعتها هتبقى الراجل لراجل. انا متاكد ان انت اللي هتكسب. وهذا كيف بده يصير؟ شو انا اللي عينته وانا اللي برفضه؟ تقدر تتسبب في رفضه لو تعاونت معانا ان احنا نفشل خطته في نقل مقاتلين داعش. هيدي خطة جهاز، خطة دولة، مش خطة كمال. بعدين أنا هيك بكون عم ضر الجهاز اللي بشتغل فيه، وبنفس الوقت عم بخون البلد اللي أقسمت إني أحميها، مش ورا زلمة عم يركض وراي حتى يقتلني. صفوان، بلاش نضحك على بعض. أنتوا مالكوش مصلحة مباشرة في تنفيذ الخطة دي، ولو ليكوا مصلحة هتبقى محدودة مش مضمونة. وأنا وأنت برضو عارفين إن اللي هينفذ الخطة دي وهيستفيد منها أطراف أكبر منكوا بكتير. انتوا مجرد اداه تنفيذ مش اكتر، والارهاب اللي هتصدروه للعالم هينبكم منه جزء اكيد. انا مش عايزك تخون بلدك يا صفوان، بالعكس انا عارف انك راجل وطني وتحب بلدك زي ما انا بحب بلدي بالظبط، ومستحيل اخونها. بس انا هيك معناته انه هشتغل فور فري؟ فري؟ فري مين يا رب؟ مين اللي قال فري؟ هو انا دلوقتي لو بعت الكمال حسابات تكلف البرامز، الفلوس اللي انت سرقها منهم زي ما بعت له صورك مع المرحومه مراته، هيحصل ايه؟